قالت الممثلة اللبنانية رزان جمال أنها لم تفهم بداية ما الذي يدفع شخصية ماجي حبيبة الدكتور رفعت في مسلسل ما وراء الطبيعة للبقاء معه، بما أنه لم يتقدم خطوة إلى الأمام رغم علاقتهما الطويلة طويلة الأمد. وأكدت رزان أن مسلسل ما وراء الطبيعة هو أحد أهم الأعمال التي لطالما حلمت بأن تكون جزءا منها. في هذا اللقاء تخبرنا رزان عن شخصية ماجي وعن هذا العالم الماورائي، لكن بأسلوب خاص مع زميلتنا لنا الجندي. بمجرد عرض آخر أعمالها لفتت إليها الأنظار بأدائها المميز الممثلة اللبنانية رزان جمال التي تجسد دور ماجي حبيبة رفعت إسماعيل في مسلسل ما وراء الطبيعة. هي ضيفتي اليوم من القاهرة. أهلا رزان، تشرفنا. المخرج عمر سلامة حقق حلمه بتنفيذ مسلسل ظل مرافق خياله على مدى سنوات من طفولته إلى سنوات المراهقة وحتى كبر وتحول بالأخير لمخرج. تنفيذ الخيال ضرب من الجنون لأنه لا شيء يوازي مخيل الطفل. شو بتقولي؟ صراحة أنا كتير فخورة، كان كل حياتي حلم لإلي يكون على نتفليكس واشتغل على مشروع مثل ما وراء الطبيعة، كمان it adds beauty to it، واشتغل مع فريق عمل مثل كل الناس اللي اشتغلت معهم من عمر سلامة لأحمد لآيان، كل الناس اللي حوالي. أنا شرف لإلي كنت اشتغلت معهم، فطبعا هذه تجربة كتير حلوة لإلي. رزان، أي شخصية بيلعبها الممثل لازم يكون في إلها قصة نحن المشاهدين ما بنعرفها. خبريني أكثر عن ماجي، مين هي، كيف بتفكر، كيف بتحب، كيف تشتغل؟ مين ماجي؟ أول شيء ماجي من اسكتلندا، أنا بحياتي ما افتكرت حلعب حدا من اسكتلندا. أول شيء عملته رحت على اسكتلندا وصرت أسمع الناس شو عم بيحكوا، أسمع الأداء تبعهم، لأنه كان مهم لإلي أقنع الجمهور إن أنا من اسكتلندا. هيدا أول جزء. ثاني جزء كان مين ماجي شكلياً، اشتغلنا على الويج، على التكستشر تبع بشرتها، على تيبا، على أدائها، على الطريقة اللي بتمشي، على كيف تحكي بالعربي، وبعدين اشتغلنا على النص لأتعرف عليها. فأنا كان عندي كتير أسئلة لأنه ماجي شوي مختلفة شخصيتها عني، وكان مهم لإلي أفهمها. شو حبيتي فيها كقارئة أكثر منك كممثلة لشخصية ماجي؟ كقارئة ماجي إنسان صريح كتير، وأنا بالحياة صريحة، فما بتخاف تقول اللي في دماغها. كمان امرأة مستقلة، وأنا بحب فكر عن نفسي إن أنا امرأة مستقلة كمان، وفية للناس اللي بتحبها وما بتحب حدا أكتر من دكتور رفعت إسماعيل. حلو. بالأول ما كنت عم بفهمه إنه ليه بعدها هون ماجي، ليه ما عم تترك، ليه إجت على مصر، شو بدها برفعت. لا، قريت الروايات وتعرفت على الحب الإترنال لاف بيناتهم، ولقيت في جمال فيه. سألتي حالك شو الشيء اللي خلى ماجي تضل مع دكتور رفعت طول هذا الوقت رغم غرابة العلاقة؟ يعني هل لقيتي الجواب؟ نعم، ما في لاير واحدة للعلاقة تبعيتهم، في حب، وطبعا ماجي تعتبر نفس الحب الأساسي تبع رفعت، فهيدا شيء اللي بيأثرها لما بتشوف هويدا، لأنه أخيرا حاسة إنه بعد كل هالسنين اللي ما قدروا يعيشوا الحب اللي هي كانت متخيلته براسها، وصلت على مصر متخيلة شيء إنه حتشوف رفعت ولقته خاطب امرأة مش هي، امرأة عكسها تماما، وأخيرا أخذ مبادرة بس مش معها، فهذا الشيء طبعا جرحها، بس كونه هي وفية وكونه بيحبوا بعض بقيت، لأنه بتعرف إنه في شيء بيناتهم. ودي هويدا قريبتنا وخطبتي. رفعت دايما دماغه مش فيه بسبب مشغولياته، فبينسى يلبس الدبله. رأي فسنت السكينه تمام وبتدبها فيا انا. انا كنت فاكر اني لابسها، معلش نسيت. طيب، من الحب الى الرعب، كم مره ارتعبتي فعلا باللوكيشن؟ ما بتصور خفت، لانه بعرف لما مشاهد بيشوف مشهد بيشوفه كمن اوتسايدر، بس نحن لما جوا وعم نصور وبنعرف انه في 300 شخص حوالينا، و ما 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 انا ما خفت يعني، بس في مره خفت لما كنت عم صور مشهد مع نار،
خفت شوي من النار وكان مشهد صعب، بس ما بدي انزعلكم فتذكروني ابيزود 6 باخرها وبعدين بحكي عن الموضوع. هل كسرتي بعض مخاوفك خلال عملك بهذا المسلسل رزان؟ الخوف فيه يجي من الاكسبكتيشنز، من شو حيقولوا الناس، من كيف حيلاقوا ادائي. هالاشي ما في اتحكم فيهم. الشغل الوحيد اللي انا كممثله فيه اتحكم فيه هو ادائي. صحيح. وهذا الشيء اللي فادني كثير وانا عم حضر شخصيه ماجي. كان في فوكس، كنا عاملين فوكس على الكاركترز تبعولي. فهلا ما في اتحكم بالناس شو حيفكروا بماجي، هو بس اهم شيء not to offend the people من سكوتلندا، يعني لإلي كمان الاكسنت يكون ناجح، فبترك الباقي للجمهور. شكرا لك رزان وكل التوفيق اكيد لك باعمالك القادمه. حبيبتي you're amazing, I love this interview, you're such a smart woman and I'm very proud of you, well done, thank you.